السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بقى أوريلكم إيه اللي في الصواني دي وإيه الحاجات الحلوة اللي نعملها. طبعا هنكشف الصينية كده واحدة واحدة. ودي بقى يا جماعة المفاجأة، صينية فراخ أهي بالبطاطس، البصل، طماطم، فلفل الألوان، التتبيلة الحلوة. عايزين تعرفوا التتبيلة؟ فيه فيديو عن الفراخ المشوية في الصواني موجود تحت كده بشوية محاشي حلوين، هسيب لكم الرابط تحت في صندوق الوصف، ادخلوا عليه وشوفوا التتبيلة وجمالها وحلاوتها. إن شاء الله هتعجبكم، ولو عجبكم الفيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس للكل. بعد ما سويت الفراخ في الصينية كده بالبطاطس والخضار، الفلفل والطماطم والبصل والتتبيلة بتاعتها اللي قلت لحضراتكم عليها، باخدها بقى كده وأحطها في شباك ونقفل الشباك بتاعها كده وندخلها الفرن أو في أي شواية كده تاخد وش، يعني بنحمرها او بنشويها، فاهميني؟ يعني بناخد مرحلة الاول مع البصل مع التتبيلة مع الخلطة دي كله مع بعضه كده ونسويها الاول، وبعد كده بننقلها في شباك ونحمرها في الفرن. صعبة العملية، فيديو النهاردة قصير كده دقيقتين، بس في فكرة حلوة انك بقى بتاخد الخضار تديله وش لوحده اهو بعد ما نسوي الفراخ مع الخضار، وبعد كده بندخلها الشواية فوق او تحت اهو. طب هنعمل ايه؟ شوية زبدة كده يا جماعة على الوش عشان تعمل ايه؟ تديني دخانة وناخد بقى ريحة الفحم والجمال والحلاوة. وبعد ما ممكن نسيبها فوق كده نحمرها شمال ويمين، ها نقلب الشباك كده، المهم انها تديني ريحة الفراخ المشوية على الفحم، فاهمين المقصود من ان احنا نحطها في شباك ونقلبها فوق او نحطها تحت، انها تديني ريحة الفراخ المشوية على الفحم. يبقى انا معايا فراخ مشوية على الفحم ومعايا صينية خضار، جزر وبطاطس وبصل وفلفل ألوان وطماطم وشوية تتبيلة حلوين كده يدوني طعم كده يتاكلوا بالعيش أو بالرز. طبعا يا جماعة الصواني اللي قدام حضراتكم دي كلها فراخ معمولة بالشكل ده. طب أنا حبيت أقول لكم صينية منها كده عشان تاخدوا الفكرة وتتعلموها. انتظروا مني الأفضل، أشوفكم على خير في فيديوهات قادمة، ما تنسوش اللايك. يلا سلام عليكم.